المغربي لا يمس، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي يفجرها مدوية عن نجم المغربي أشرف حكيمي بهذا التصريح، ويصدم تشافي وبرشلونة صدمة العمر. تحدث اليوم مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن نجمه المغربي وأفضل باك يمين في العالم بلا منافس أشرف حكيمي، مؤكدا على المستوى العظيم الذي يقدمه حكيمي منذ بداية هذا الموسم، ومشيدا بإمكانياته الجبارة، معتبرا إياه بأنه أحد أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم. وتابع مدرب باريس سان جيرمان تصريحاته قائلا: حكيمي لاعب مذهل، راضي عن أدائه هذا الموسم، وما زال لدي الكثير والكثير ليقدمه للفريق ليساعد الفريق على الفوز بالثنائية التاريخية، ولأول مرة في تاريخ النادي الفرنسي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. وأما حينما تم سؤال مدرب باريس سان جيرمان عن رغبة برشلونة في التعاقد مع أشرف حكيمي وصحة الأخبار المنتشرة مؤخرا، أكد باريس سان جيرمان ووجه رسالة إلى تشافي وبرشلونة بأن المغربي لا يمس ولن يسمح برحيله مهما كان الثمن الذي سيدفعه برشلونة لإدارة باريس سان جيرمان من أجل حكيمي.